السلام عليكم، ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ في الفيديو ده باذن الله هنكلم الكارديولوجي سكيم، وهنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله على الجنرال ساين. ابتدينا الفيديو اللي فات السكيم بتاعت الكارديولوجي، وقلنا الكلينيكال بيكتشر كانت بتاعت اي موضوع في الكارديولوجي كنا قسمناها حاجتين لو تفتكر، قسمناها سيمتوم وساين، ورجعنا قسمنا الساين جنرال وايه ولوكال. وقلنا ان سيمتوم دي اللي هي شكوى العيان لو تفتكر، وكان عين القلب كسيمتوم بيشتكي من حاجه او اكتر من حاجه من 7 حاجات، اللي هو كان بيشتكي من سيمتوم اوف بالمونري كونجيشن، وكان اللي بيجي يشتكي من سيمتوم اوف بالمونري كونجيشن هو العيان اللي عنده ايه ليفت سايد هارت فيلير او سيمتوم اوف سيستميك كونجيشن، واللي كان بيشتكي اللي هو العيان اللي عنده ايه رايت سايد هارت فيلير او سيمتوم اوف لو كاردك اوت بوت، واللي كان بيشتكي من لو كاردك اوت بوت كان سواء الليفت سايد او الرايت سايد هارت فيلير، مع 3 حاجات بحرف البي اللي هو شيست بين وبالبيتيشن و بريشر مانيفستيشن، والسي كانت الساينوزس. دول خدناهم الايه المره اللي فاتت. النهارده هنتكلم يا اولاد على الساين. الساين عندنا حاجتين، كنت قلت لك في جنرال ساين وفي عندنا لوكال ساين. جنرال ساين يعني ايه؟ يعني للدكتور وانا بكشف على العيان ايه اللي هلاقيه، كنت قلت لك بره القلب في السيستم المختلفه، يعني هلاقي ايه في الهيد، في الابر لمب، في اللور لمب، في الشيست، في الابدومن، ده اللي انا هشوفه على العيان بره القلب. لوكال ده يعني كان ايه؟ كنا قلنا اللي هو جوه القلب، اللي هو اهم حاجه نشوف الايبكس اوف ذا هارت عامله ايه والاوسكالتيشن. تمام، تعالى بقى النهارده او في المحاضره دي وفي الفيديو ده هنتكلم على الجنرال ساين. المفروض هلاقي انا وانا بكشف على عين القلب ده، انا ممكن الاقي حاجه او اكتر من حاجه من 8 حاجات، اللي هم ايه بقى؟ عندك 3 دول مع بعض باثوفيسيولوجي، يعني انا ممكن الاقي في العيان ده ساين اوف بالمونري كونجيشن مع ساين اوف سيستميك كونجيشن، او الاقي ساين اوف لو كاردك اوت بوت مع 2 لون، بالور وجوندس. بالور يعني العيان شاحب، جوندس يعني العامسفير، زائد 3 مع بعض تانيين اللي هو فيفر، اورثوبنيا، وهنفهم يعني ايه دلوقتي كلمه اورثوبنيا، مع الكلابنج بتاع الفينجر. تمام، دول الجنرال ساين بتاع اللي انا ممكن الاقيها على عيان القلب. طب تمام، تعال نمسك واحدة واحدة بقى كده. يعني أول حاجة أنا هتكلم عليها هي الساين أوف بالمونري كونجيشن. تمام، إيه اللي أنا ممكن ألاقيه لو العيان عنده بالمونري كونجيشن؟ طبعا بص يا ولاد، ما دام قلت في المرض ده في سيمتوم أوف بالمونري كونجيشن عند العيان اللي هي الكف والديزنيا والهيموبتس، يبقى أنا أكيد وأنا بكشف على العيان أكيد هلاقي ساين أوف بالمونري إيه؟ كونجيشن. واحنا قلنا مين العيان اللي بيحصل له بالمونري كونجيشن؟ قلنا التاني هو العيان اللي عنده ليفت سايد هارت فيلير، لان الليفت سايد هو اللي بيستقبل الدم من اللنج. طب هو ايه الساين اوف بالمونري كونجيشن؟ 3 حاجات منهمش رابع، اللي هو تاكيبنيا وبايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن مع البلورال افيوجن. تمام، تعالى نمسك بقى واحده واحده بالتفصيل كده زي ما عملنا في السيمتوم ونشرح. يعني اول حاجه التاكيبنيا. طب ما انا قلت لك الحصه اللي فاتت او في المحاضره اللي فاتت قلت لك ان ديزنيا سيمتوم تاكيبنيا ساين، وكان سبب الديزنيا هي ايه؟ تمام، اللي هو التشيرشل كوب ريفلكس، التشيرشل كوب ريفلكس. فهو هنا نفس الكلام، يعني هو هنا سبب التاكيبنيا ايه؟ زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت في سبب الديزنيا هو سبب التاكيبنيا اللي هو التشيرشل كوب ريفلكس. ان انا عندي لو ده اللنج بالمنظر ده كده، كنت قلت لك لو ده الفيزلز بتاعت اللنج اهي، بيبقى حوالين الفيزل ده في ريسبتور، الريسبتور دي اسمها ايه؟ جاكستا كابيلاري ريسبتور، اسمها الجي ريسبتور. كان بيحصل ايه لو تفتكر؟ كان لو العيان عنده بالمونري كونجيشن تبقى الفيزل دي مليانه دم، فيحصل لها استرتش، فيقوم يحصل استيموليشن للجي ريسبتور اللي كان بيعمل استيموليشن للريسبيراتوري سنتر، يقوم الريسبيراتوري ريت زايد. وارجع اقول لك تاني القاعده، واحد بيشتكي من هجان يبقى انا اكيد هلاقي عنده تاكيبنيا كجنرال ساين. تمام، طب تاني نقطه ان انا ممكن الاقي عند العيان ده بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن. ايه يا دكتور البايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن دي؟ تمام، طب الاول هو يعني ايه اصلا كريبيتيشن يا اولاد؟ كريبيتيشن ده خدوا بالكم ده صوت مسموع عشان هواء داخل في ميه،
هواء داخل في ميه اللي هو عامل زي صوت الشيشه. وخدوا بالكوا الكريبيتيشن اصلا هناخده في الشست ثلاث حاجات على حسب السيفيريتي. على حسب السيفيريتي في عندنا اولاد فاين كريبيتيشن، في ميديوم سايز، وفي عندنا كورس كريبيتيشن. فاين كريبيتيشن ده عامل زي ايه؟ زي احتكاك الشعر في الودان. هات صباعك كده دلوقتي الاندكس وحطه على شعرك في ودانك وحرك شعرك في ودانك كده، هتسمع صوت خرفشه اللي هو الفاين كريبيتيشن، يبقى صوت خرفشه. او عامل زي ما تمسك كيس في ايدك وتمسك الكيس كده تقعد تعصره بايدك كده وتفرمه بايدك وتضغط عليه بايدك، هتسمع صوت خرفشه، ده الفاين كريبيتيشن. ميديوم سايز كريبيتيشن ده صوت عامل زي طقطقه الفشار على النار. والكلام ده كله ان شاء الله هسمعه لك على البيشنت باذن الله. كورس كريبيتيشن اللي هو صوت الشيشه، صوت الشيشه هو كورس كريبيتيشن. في العيان اللي عنده بالمونري كونجيشن يا اولاد انا بسمع ايه؟ فاين كريبيتيشن. طب ليه بقى فاين كريبيتيشن؟ طب تعالى نشرح واحده واحده، تعالى نشرح الجمله دي. هو ليه بايلاترال؟ بايلاترال لان انا عندي اتنين لانج، ولو انا عندي مشكله في القلب يبقى انا عندي الاحتقان هيبقى في البوث لانج. طب ليه فاين؟ ادي الفيزل اهو، لو ده الفيزل اهو والفيزل ده مليان دم، هيبتدي الفيزل ده بعد فتره ايه؟ عشان الهيدروستاتيك بريشر عالي، يعني الفيزل ده عشان الهيدروستاتيك بريشر بتاعه عالي عشان مليان دم هيبتدي يرشح فلويد من جوه لبره اهو، ده فلويد اهو تمام، ده الفلويد الترشيح. يجي العيان ده ياخد نفس يقوم الهواء يدخل في المية فتسمع صوت ايه؟ الخرفشه. ليه؟ اصل الميه بتبقى كميتها قليله. طب ليه بيزل؟ يعني هو بايلاترال قلنا في البوست لانج فاين لان الميه لسه كميتها قليله تمام. بيزل اشمعنى في البيز اوف ذا لانج؟ لان بالجرافيتي اكتر حته يبقى فيها احتقان هو البيز بتاعه اللانج، فاكتر حته فيها ترشيح هو البيز بتاع اللانج، يبقى بايلاترال يا اولاد لانها بتيجي في الايه؟ في البوست لانج. فاين كميه الميه قليله. بيزل اشمعنى في البيز بتاع اللانج؟ لان اكتر حته يبقى فيها احتقان وترشيح هو البيز بتاع اللانج تمام. طب افرض بقى، وده سؤال شفوي شهير بقى، سؤال شفوي شهير قوي السؤال ده، يقول لك ايه؟ عيان عنده بقى بالمونري كونجيشن، بدل ما كنت سامع فيه بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن بقيت سامع جنرالايزد، جنرالايزد كورس كريبيتيشن. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الحاله بقت مور سيفير، وده معناه ان الحاله دخلت في اكيوت بالمونري إديمة. ده معناه ان الحاله دخلت في اكيوت بالمونري إديمة اللي هو حاله سيفير بقى، اللي هو اكيوت سيفير ليفت سايد هارت فيلر، وهنتكلم عليها بعد كده بالتفصيل. يبقى احنا قلنا اول ساين اوف بالمونري كونجيشن هي التاكيبنيا، وتاني ساين هي البايلاترال فاين بيزل ايه؟ كريبيتيشن. جميل قوي. طب تالت حاجه انا ممكن الاقيها يا ولاد اللي هو البلورال افيوجن. خدوا بالكم بقى عشان الحته دي مهمه ومحتاجه تركيز برضو. البلورال افيوجن ايه بقى القصه بتاعت البلورال افيوجن؟ لو انا عندي اولاد ده اللنج اهي، اللنج يبقى حواليه البلوره، والبلوره انا عندي اتنين بلوره، تو لايرز اوف بلوره، بيبقى واحده لازقه في اللنج دي، واللي لازقه في اللنج دي تبقى مين؟ دي تبقى مين؟ دي ده الفيسرال، ده الفيسرال بلوره، واللي بره دي يبقى ده مين؟ يبقى دي البرايتال بلوره. لازم نعرف حاجه، ان الفيسرال بلوره بالدرين اللي ناحيه اللنج جوه، بالدرين بتاعها في البلمونري فين، الدرينج بتاعها في البلمونري فين، بينما البرايتال بلوره بالدرين في السيستميك فين، يعني دي بتصب في البلمونري فين ودي بتصب في السيستميك فين. طب كم تمام؟ لو العيان عنده ليفت سايد هارت فيلر، انا لسه قايل لك لو العيان عنده ليفت سايد هارت فيلر يبقى عنده بلمونري ايه؟ كونجيشن. فيبتدي نرشح ميه في لود خلاص. طب لو العيان عنده رايت سايد هارت فيلر يبقى عنده سيستميك كونجيشن، فنبتدي برضه نرشح ميه. يعني اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان البلورال افيوجن دي بتحصل سواء العيان كان عنده ليفت سايد هارت فيلر او رايت سايد هارت فيلر، اوعى تنسى دي. يبقى لو انا عندي مشكله في الناحيه اليمين هيجي لي بلورال افيوجن، عندي مشكله في الناحيه الشمال في القلب يبقى عندي بلورال افيوجن، يبقى دي الساين. يبقى عايزين نحفظ مع بعض يا اولاد، يبقى السيمتوم اوف بالمونري كونجيشن كانوا ثلاث حاجات ما لهمش رابع، اللي هم الكف والديزنيا والهيموبتس. طب الساين اوف بالمونري كونجيشن ثلاث حاجات: تاكيبنيا، بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن مع بلورال افيوجن تمام. يبقى ده اول حاجه اللي هي الساين اوف بالمونري كونجيشن. طب نخش على ثاني حاجه
اللي هو ساين اوف سيستميك كونجيشن، ساين اوف سيستميك كونجيشن. ايه الساين بتاعت السيستميك كونجيشن بقى؟ احنا قلنا السيمتوم اوف سيستميك كونجيشن كانت بتحصل في العيان اللي عنده ايه؟ رايت سايد هارت فيلر، يبقى الساين برضه هتحصل في العيان اللي عنده رايت سايد هارت فيلر. تمام؟ فانا هلاقي العيان جاي يشتكي لي من كونفيوجن انسومنيا، جاي يشتكي لي من انوريكزا نيزو فومتنج ديسبيبسيا، جاي يشتكي لي من بين فرات هايبوكوندريا، جاي يشتكي لي من انيما اللي هو الليمب فولود باي ايه؟ اسايتس. ده السيمتوم اوف سيستميك كونجيشن. انا بقى كدكتور هلاقي من فوق لتحت برضه، انا ارسم لك لو ده الهارت اهو وده السفيرو فينا كيفا انفيرو فينا، فوق بقى هلاقي في النيك فين الاقي كونجستد. اول حاجه الاقي كونجستد نيك فين، تمام. هلاقي كمان في الليفر بقى، الليفر هلاقي اللارجد وتندر وبلسيتنج، وساعات الاقي معاها حاجة اسمها هيباتو جاجولر ريفلكس، هيباتو جاجولر ريفلكس. تمام. بعد كده في اللور ليمب الاقي إديمة لللور ليمب. تمام كده. يبقى ده اللي انا ممكن الاقيه في العيان ده. يبقى انا الاقي اول حاجه كونجستد بالسيتنج نيك فين. طبعا هو السبب ايه اللي الاقي كونجستد نيك فين؟ ان انا عنده احتقان في النيك فين، فلاقي كونجستد وبالسيتنج نيك فين، وهنشرح النيك فين بعد كده في العمل بالتفصيل الممل. الليفر احنا قلنا الدم بيبقى راكن فيه كونجستيف هيباتوباثي، فلاقي الليفر اللارجد كبر، الاقي تندر تتك عليه كده فرات هايبوكوندريا، بتلاقي تندر على العيان بالسيتنج. بالسيتنج بتتعمل ان انا بتبقى ايدك الشمال يعني، لو ده العيان اهو كده وده الرايت هايبوكوندريا بتاعه الحته دي، بحط ايد فوق وايد من تحت كده وبكبس عشان اشوف هو الليفر بالسيتنج ولا نون بالسيتنج، وناخد الكلام ده في العمل. مع بوزيتيف هيباتو جاجولار ريفلكس، ايه فكره الهيباتو جاجولار ريفلكس يا شباب؟ ايه قصه الهيباتو جاجولار ريفلكس، او بيسموها ساعات ايه؟ ساعات بيسموها ال1 مينت ابدومينال كومبريشن تيست. تمام. ايه الهيباتو جاجولار ريفلكس ده؟ بصوا يا شباب، لو ده البيشنت اهو، لو ده راس العيان، تمام، معلش ده راس العيان اهو، وده النك بتاعته اهو، وده بطنه، بعد كده ده رجلي. تمام. انا يهمني هنا ايه؟ النيك فين. ده بطن العيان اهي، خلاص. انا الفكره ايه بقى؟ ان انا اضغط على بطن العيان. لو انا القلب المفروض اهو ده سوبيرو فينا كيفا وانفيرو فينا كيفا، ده الرايت سايد، انا ما بضغط على بطن العيان هنا يا شباب، انا بزود البريشر تحت. فلما ازود البريشر اقوم زود الفينوس ريتيرن اللي راجع من تحت. في الانسان الطبيعي اللي زيه وزيك، القلب بيقدر انه يوسع اكتر ويستقبل الدم الكتير اللي جاي من تحت، ويستقبل كمان اللي جاي منين؟ من فوق. ده النورمال. النورمال لو انا نايمت حد فيكم يتغطى على بطنه، انا بزود البريشر اللي موجود في الابدومن، فبزود الفينوس ريتيرن اللي راجع من تحت، بس مش على حساب اللي فوق، لان القلب بيقدر يوسع. في العيان اللي عنده رايت سايد هارت فيلير، انا لما بضغط من تحت وازود البريشر وازود الفينوس ريتيرن اللي راجع من تحت، بيبقى على حساب مين؟ اللي جاي من السبيرو فينا كيفا، لان القلب ما بيقدرش يوسع كويس. ما هو ده علامه من علامات الهارت فيلير. فتلاقي العيان بقى عنده سيفير كونجيشن، والكونجيشن ده ماشيل ايدي بيقعد اكتر من 1 مينت، عشان كده سموها 1 مينت، يعني في ناس بيسموها كده، يقول لك 1 مينت ابدومينال كومبريشن تيست، بيسموها 1 مينت ابدومينال كومبريشن تيست. تمام. يبقى اللي عنده بوزيتيف هيباتو جاجولار ايه؟ ريفلكس. يبقى السيستميك كونجيشن 3، كونجستد نيك فين فوق، اللارج تندر بالسيتنج ريفا مع بوزيتيف هيباتو جاجولار ريفلكس، ثالث حاجه اديما الايه؟ لللور ليمب، والاديما اللور ليمب فولود باي اسايتس زي ما قلنا قبل كده في السيمبتومز. قلنا الاديما اللور ليمب بتحصل ليه؟ بسبب ان في احتقان، الفيزل اللي موجوده في اللور ليمب محتقره، فبتدي ترشح فتعمل لك اديما. ويحصل اسايتس امتى؟ اما الليفر يبقى يتاثر. تمام كده يا شباب. يبقى ده الساين اوف سيستميك كونجيشن. طب ندخل بعد كده على الساين ثالث حاجه اللي هو ساين اوف لو كاردياك اوتبوت، ساين
وفلو كاردياك اوتبوت. هنا العين بقى ممكن يشتكي ايه كساين اوف لو كاردياك اوتبوت؟ كساين اوف لو كاردياك اوتبوت ممكن العين يجي لنا بايه؟ اول حاجه امالك علق على البلاد بريشر، طبعا العيان هيبقى عنده لو سيستوليك بلاد بريشر. طبعا نيجي هنتكلم على البلس، هلاقي البلس رابد ويك بلس. هبص على السكن هلاقي السكن بالور وكولد، والاقي كمان بريفرال ساينوس قريب قوي من الايه من السمت. طبعا احنا قلنا واحنا بنشرح الكاردياك سيمتوم ان العيان مين العيان اللي بيقول له كاردياك اوتبوت؟ هو العيان اللي عنده رايت سايد هارت فيلير وعنده ايه ليفت سايد هارت فيلير. يبقى العيان اللي عنده رايت او ليفت هما الاثنين بيبقى عندهم لو كاردياك اوتبوت. طب ليه البلاد بريشر؟ ليه لو سيستوليك بلاد بريشر؟ لان خدوا بالكم انا البلاد بريشر اصلا في سيستوليك بلاد بريشر وفي دايستوليك بلاد بريشر. مين اللي مسؤول عن السيستوليك بلاد بريشر؟ هو الكاردياك اوتبوت. مين اللي مسؤول عن الدايستوليك بلاد بريشر؟ هو البريفرال ايه ريزيستنت. فالعيان ده بيبقى عنده نقص في الكاردياك اوتبوت لان الكونتراكشن قليل، فبالتالي هيقل الايه السيستول بلاد بريشر. طب ليه البلس بيبقى رابيد؟ ريفلكس تاكيكارديا. يعني هو ليه البلس بيبقى رابيد؟ عشان في ريفلكس تاكيكارديا. طب ريفلكس تاكيكارديا ليه؟ عشان الهايبوتنشن. دايما يا اولاد اما الضغط يقل لما يبقى عندي هايبوتنشن بيحصل على طول ريفلكس تاكيكارديا، فرابيد ريفلكس تاكيكارديا. طب ليه انا حاسس ويك؟ طب انا حاسس ويك عشان اللو كاردياك ايه اوتبوت. ما طبيعي انا بحس البلس بتاعي كويس لان في كاردياك اوتبوت كويس، اللي عنده لو كاردياك اوتبوت فهيبقى احساسك بالبلس انه ضعيف. السكين بالور وكولد وبريفرال ساينوز بسبب نقص الكاردياك اوتبوت وبسبب الريديستريبيوشن اللي احنا شرحناه الحصه اللي فاتت، ان عشان الكاردياك اوتبوت قليل هيبتدي الدم يروح لمين؟ للفايتال اورجان، ويقل الدم اللي رايح للليس فايتال اورجان. تمام، يبقى احنا كده خلصنا. نرجع تاني معلش المذكره اهو. يبقى احنا كده خلصنا يا اولاد السيمتوم اوف او الساين انا اسف اوف بالمونري كونجيشن والساين اوف سيستميك كونجيشن والساين اوف لو كاردياك اوتبوت. نخش بقى على لونين اللي هما مين بقى؟ اللي هما البالور والجونز. بالور يعني تلاقي العيان شاحب، وانا لسه قايل لك اهو. يعني رابع حاجه هنا اعلق عليها هي البالور. البالور اللي هو شحوب. طب هو ساعات تيجي تقول للدكتور شاحب يقول لك يا ابني انا عايز كلام طب، ايه شاحب دي؟ طب كلمه بالور يعني ايه؟ بالور يعني ديكريز فيزيبيليتي اوف اوكسي هيموجلوبين او اوكسجينيتد هيموجلوبين. انا المفروض اللون بتاعنا يا اولاد مش احمر، بس اللون بتاعنا ايه يعني بينك شويه كده، تمام، مش ابيض قوي ولا احمر قوي، احنا في النص. طب بسبب ايه؟ بسبب الاوكسي هيموجلوبين. لو الفيزيبيليتي بتاعت الاوكسي هيموجلوبين قلت يبقى ده يؤدي الى ايه؟ الى بالور. طب سبب البالور في عين القلب ايه؟ كذا حاجه اهو. سبب البالور ايه؟ ممكن يبقى انيميا، ممكن الروماتيك فيفر بتعمل روماتيك اكتيفيتي، لان الروماتيك اكتيفيتي دي بتعمل انيميا اوف كرونيك ديزيز. روماتيك اكتيفيتي اصلا اولاد كرونيك انفلاميشن، ففي نوع من الانيميا هناخده في الهيماتولوجي ان شاء الله اسمه انيميا اوف كرونيك ديزيز. ده بسبب ان العيان ده عنده كرونيك ايه؟ انفلاميشن اهو. طب في عندنا انفكتيف اندوكاردايتس انفكشن. العيان اللي عنده انفكتيف اندوكاردايتس بيبقى عنده توكسيميا. طب التوكسيميا بتعمل ايه؟ قال لك التوكسيميا بتعمل بون مارو ديبريشن او بون مارو سبريشن، فبرضه ده بيعمل انيميا. ما البون مارو ده اللي بيطلع الار بي سيز بسبب اللو كاردياك اوتبوت وريديستريبيوشن اوف بلاد فلو بسبب لو العيان دخل ايه في شوك. كان جاب مره بقى سؤال انا عايز امليه هنا، السؤال ده جاب مره سؤال قال لك ايه؟ قال لك كوزس اوف انيميا، كوزس اوف انيميا ان كاردياك بيشنت. سؤال مهم قوي. اسباب الانيميا في عيان القلب، ايه اسباب الانيميا يا اولاد في عيان القلب؟ قال لك رقم واحد زي ما احنا كاتبين كده ان العيان ده ممكن يحصل له او عيان الانفكتيف اندوكاردايتس بيعمل بوم مارو ديبريشن او بوم مارو سبريشن. تمام. رقم اتنين البروستيتيك فالف. ايه البروستيتيك فالف ده؟ ده العيان اللي مركب فالف صناعي. البروستيك فالف ده ولاد بيبقى معدن، يعني لو ده الهارت اهو مثلا، لو ده القلب وده الفالف البروستيك فالف، الار بي سيز وهي معديه ساعات تخبط في المعدن ده تقوم متكسره، يعني بدل ما هي عامله كده تتكسر بقى تتهد، وده بنسميه ايه؟ هيموليتيك انيميا. يبقى البروستيتيك فالف ممكن يعمل هيموليتيك انيميا.
تمام. كمان رقم 3 البلمونري امبوليزم، وناخدها بعد كده بالتفصيل. البلمونري امبوليزم بتعمل هيموليتك انيميا، البلمونري امبوليزم. طب رابع حاجة الروماتيك فيفر، الروماتيك فيفر بتعمل انيميا اوف كرونيك ديزيز، انيميا اوف كرونيك ديزيز، لان ده كرونيك انفلاميشن. السؤال ده اولاد مهم قوي، كوز اوف انيميا في عيان القلب، يبقى ده رابع حاجه اللي هي البلور. تمام. خامس حاجه هتكلم عليها الجوندس، خامس حاجة هو الجوندس. هو الأول أولاد جوندس يعني إيه؟ قالك جوندس معناه يلوش، يلوش discoloration، يلوش discoloration of skin and mucous membrane، يلوش discoloration of skin and mucous membrane. واهم differential diagnosis of jaundice هو الكاروتونيميا، وده سؤال حلو قوي هناخده في العمل ان شاء الله. يعني انا عندي في كلمة اسمها جوندس، خدوا بالكم من دي، وكلمة اسمها كاروتينيميا. تمام. الجوندس ده ايه؟ ده بيبقى يلوش discoloration of the skin زائد الميوكس membrane، لكن الكاروتينيميا بيبقى يلوش discoloration of ايه؟ of the skin بس. ادا واحدة. رقم 2، طب الجوندس ده سببه ايه يا اولاد؟ قال لك سببه زيادة البيليروبين، الجوندس سببه زيادة البيليروبين، بينما الكاروتينيميا بسبب زيادة الكاروتين. الكاروتين ده بيبقى موجود عندنا اولاد في الخس والجزر والخضروات دي، والكاروتين ده المفروض بالثيروكسين اللي هو الهرمون بتاع الغدة الدرقية بيتحول لفيتامين ايه اللي بيحميك من النايت بلايندرس، فالكاروتينيميا دي بيبقى سبب زيادة الايه؟ الكاروتين. والجوندس بيبقى سببه زياده البيليروبين. ماليش دعوه دلوقتي بالكاروتينيميا، بس عشان لو حد دكتور سالك ولا حاجه، انا بتكلم هنا النهارده على الجوندس. الجوندس سببه زي ما بقول تاني يلوش discoloration of skin and mucus ايه؟ ممبرين، نتيجه الهايبر بيليروبينيميا. طب ليه العيان بتاع القلب ممكن يحصل له جوندس؟ اول قال لك اول حاجه ممكن تعمل في عنده جوندس لو العيان عنده رايت سايد هارت فيلير، لو العيان عنده رايت سايد هارت فيلير، وتبقى سيفير رايت سايد هارت فيلير. ليه بقى؟ قال لك اصل السيفير رايت سايد هارت فيلر ده هيبقى عنده اولاد سيفير هيباتيك كونجيشن، وما يبقى عنده سيفير هيباتيك كونجيشن قال لك ممكن ياثر على حاجتين، ياثر على الفانكشن بتاع الليفر، هو الليفر ده اصلا اللي بيعمل اكسكريشن للبيليروبين، يا اما ان هو ممكن يعمل انترا هيباتيك اوبستراكشن، انترا هيباتيك اوبستراكشن. ليه بقى؟ خدوا بالكم معلش وركز معايا بالرسمه دي عشان انتوا لسه ما خدتوش هيباتولوجي. لو ده الليفر اهو بالمنظر ده، جوه الليفر يعني لو انا خدت عيانه من الليفر كده عشان ابص جواها هلاقي الهيستولوجيكال نوت بتاعت الليفر حاجه بنسميها الهيباتيك ليبيول. ده بالمنظر ده ولاد الهيباتيك ليبيول ده في نصها بيبقى انا عندي في نصها كده حاجه اسمها الايه؟ السنترال فين. وبعد كده هتلاقي بالمنظر ده كده ده الهيباتوسايت اهو بالمنظر ده، ده كده اسمه هيباتوسايت، ده الهيباتوسايت. طب السكه اللي في النص دي، السكه اللي في النص اسمها بايل كاناليكيولاي، بايل كاناليكيولاي، يبقى ده الهيباتوسايت، ده كده الهيباتوسايت، والسكه اللي في النص دي اسمها البايل كاناليكولاس. وعندي هنا كده ده اسمه بلاد ساينوسويد، ده بلاد ساينوسويد، وده كده اسمه سنترال فين. طب ايه اللي يحصل بقى؟ ده الفيزل اهي، يعني ده فيزل، خدوا بالكم ده الفيزل وده الفيزل، يبتدي يحصل بقى سيفير كونجيشن فيتنفخ، يعني بدل ما السينوسو كده بقى قد كده اهو، وبدل ما السنتر فين كده بقى قد كده اهو، فيبتدي يضغط على البايل كاناليكولاس. البايل كاناليكولاس دي خدوا بالكم هو هي اللي بيمشي فيها البايل، فما تتقفل يبتدي البيليروبين بقى ايه؟ ما يحصلوش اكسكريشن، ويبتدي يعلى في البلد، يبقى الان عنده هايبر بيليروبين. يبقى الجوند سابه حاجتين كده، او اول حاجه خدناها اللي هو الرايت سايد هارت فيلر عشان هيعمل سيفير هيباتيك كونجيشن. طب في سبب تاني يا دكتور للجوندس؟ قال لك اه، ما انا لسه قايل لك
البلمونري امبوليزم. ليه بلمونري امبوليزم؟ قال لك لان البلمونري امبوليزم بتعمل هيموليتك ايه، بتعمل هيموليتك انيميا. تمام، يبقى ده خامس حاجه اللي هي الجونز. سادس حاجه في الجنرال ساين الاورثوبنيا. سادس حاجه الاورثوبنيا. يعني ايه يا اولاد كلمه اورثوبنيا دي؟ قال لك اورثوبنيا معناها ديزنيا اون لاينج فلات وريليفد باي سيتنج. يعني ايه يا دكتور؟ يعني العيان لو نايم فلات كده عنده نهجان ومش هيبقى عارف ينام، يبقى عنده ديزني. لكن لما ينام على 3 4 مخدات بالمنظر ده كده ينام، يعني سيمي سيتنج، بنقول على النومه دي كده بنسميها سيمي سيتنج، ينام على 3 4 مخدات، قال لك والله مش هيبقى عنده ديزني. طب ليه بقى؟ قال لك اصل ايه بقى، شوفوا والارثوميا دي بتحصل فين. قال لك الارثوميا دي بتحصل في العيان اللي عنده ايه، ليفت سايد هارت فيلر. الارثوبنيا بتحصل في العيان اللي عنده ليفت سايد هارت فيلر. سببها ايه؟ ان لما الواحد بينام فلات كده يا شباب الفينوس ريتيرن اللي راجع لعضله القلب بيزي. طب الفينوس ريتيرن زاد، طب ما انا هزود الكاردياك اوتبوت، يبقى انا هزود البلمونري كونجيشن. طب ما البلمونري كونجيشن هو اللي مسؤول عن مين؟ على الديزنيا اللي بتحصل دي. يعني تخيل معايا ده القلب اهو وده اللنج وده البلمونري ارتري اهو. طب انا بنام فلات الفينوس ريتيرن اللي جاي هنا يزيد، فاللي رايح لللنج يزيد، يبقى انا هعمل بلمونري كونجيشن فده انا عنده ازد. اما بنام بقى سيمي سيتنج بالمنظر ده انا بقلل الفينوس ايه ريتيرن، بقلل الفينوس ريتيرن فبقلل بلمونري كونجيشن اللي العيان اتحسن. يبقى ده الاورثوبني، ده بوزيشن مهم قوي في العيان اللي عنده ليفت سايد هارت فيلر. طب في اذر ديكيوبيتس؟ يعني هل في اذر ديكيوبيتس؟ خدوا بالكم ولاد يعني ايه كلمه ديكيوبيتس دي يا دكتور؟ ده احنا اول مره نسمعها. كلمه ديكيوبيتس يعني نومه العيان في السرير، النومه اللي العيان بتريحه في السرير. فهو الاورثوبنيا دي بيرتاح لو عمل سيمي سيتنج. في اذر ديكيوبيتس في العيان بتاعت الليفر هناخدها، اوضاع تانية في السرير ممكن عن القلب ياخدها. قال لك قال لك في وضع اللي هو البريير بوزيشن اللي هو وضع الركوع، تلاقي مايل جسمه لقدام كده وهو قاعد، واللي بيعمل بريير بوزيشن ده هو العيان اللي عنده بيريكارديال افيوجن. هو عيان اللي عنده بيريكارديال افيوجن اللي عنده ميه على القلب، بريير بوزيشن. في حاجه اسمها السكواتنج، السكواتنج كونجنيتال هارت ديزيز تاخدوه في الاطفال مش عليكم، بس السكواتنج ده في مرض اسمه تترالجي اوفالوت، تترالجي اوفالوت. تمام، يبقى ده بالنسبه للاورثوبنيا رقم 6. ماشي، طب نضيف كمان رقم 7 اللي هي الفيفر. رقم 7 الفيفر. في سؤال بقى مهم هنا يقول لك ايه causes of fever، causes of fever in cardiac patient، اسباب الفيفر في عيان القلب ايه. تمام، ايه اسباب الفيفر يا اولاد؟ هنمشي واحدة واحدة كده. لو انا رسمت لك القلب زي ما عملنا في الشيست بين، زي ما عملنا بالظبط في الشيست بين، ادي القلب اهو وده الليرز بتاعته وده السيبتم، وهنا في البلمونري، ده البلمونري ارتري اللي بيودي الدم، اللي بيودي الدم لايه؟ لللنج. تمام كده، ايه بقى اللي ممكن يعمل فيفر؟ قال لك اول حاجه من بره لجوه في البريكارديوم بيريكاردايتس، التهاب. على فكره اي التهاب بيطلع بيروجين يقوم يرفع درجه الحراره، بيريكاردايتس. طب المايوكارديوم الاسكيميك هارت ديزيز اللي هو الانجينا والام اي، ليه بقى؟ او بالذات اللي هو الاكيوت مايوكارديال انفاركشن، لان في حته في القلب، يعني ده القلب الحته دي ماتت، الحته اللي ماتت دي برضو بتطلع بيروجين، البيروجين ترفع درجه الحراره. تمام، وفي كمان المايو كارديتس، التهاب في المايوكارديا. مش احنا قلنا اي التهاب؟ خد بالك المايوكارديتس ما بتعملش شيست بين، بس المايوكارديتس بتعمل فيفر. بتعمل فيفر ليه؟ بتطلع برج وترفع درجه الحراره. طب بعد كده الاندوكارديوم، الاندوكارديوم يبقى الانفكتيف ايه؟ انفكتيف اندو
الكاردايتس. تمام كده. في كمان عندنا حاجه بتجيب الثلاثه ليرز اللي هي الروماتيك فيفر. لما نيجي ناخد الروماتيك فيفر اقول لك انها بتعمل بان كاردايتس. تمام. وفي بعد كده حاجتين في البلمونري، بلمونري انفكشن في اللنج طبعا، وبلمونري امبوليزم. لان البلمونري امبوليزم نفس الحكايه، لو ده اللنج ممكن البلمونري امبوليزم اما اقفل مثلا الفيزل الصغير اللي بيصبلي الحته دي، يبقى الحته دي يحصل فيها انفاركشن فتقوم مطلعه ايه بايروجين ترفع درجه الحراره. يبقى الاسباب تاني بتاع الفيفر فعن القلب، ودي مهمه جدا. يبقى عندنا بريكارديم بريكاردايتس، مايوكاردايتس مع اسكيمين كارت ديزيز، انفكتيف اندوكاردايتس، بلمونري انفكشن مع بلمونري امبوليزم، مع حاجه تاخد الثلاثه ليرز اللي هي الروماتيك فيفر. يبقى بريكاردايتس مايوكاردايتس اندوكاردايتس روماتيك فيفر، بلمونري انفكشن مع بلمونري امبوليزم. اخر حاجه في الجنرال ساين اللي هي اولاد الكلابنج بتاع الفينجر 8 اللي هو الكلابنج. خدوا بالكم بقى من الكلابنج ده. هو الاول يعني ايه يا اولاد كلمه كلابنج؟ كلابنج معناها يا اولاد هايبرتروفي، هايبرتروفي اوف السوفت تيشو اندر فانيل، هايبرتروفي للسوفت تيشو اندر فانيل. تمام. يعني تيجي تبص لصباع العين كده تلاقي الفينجر بتاعه عامل بالمنظر ده، ده كده اسمه كلابنج للفينجر. وهناخد ان شاء الله الكلابنج ده بالتفصيل باذن الله في العملي. بس اللي عايز اقوله هنا ايه، هو ايه اللي يعمل يا اولاد كلابنج؟ اللي يعمل كلابنج يا شباب ثلاث حاجات، خدوا بالكم. اللي يعمل كلابنج ثلاث حاجات في الطب، في الطب مش في الكارديولوجي، في الطب بشكل عام اللي يعمل كلابنج ثلاث حاجات، يا اما كرونيك توكسيميا، يا اما كرونيك هايبوكسيميا، يا اما نان توكسيك نان هايبوكسيك اللي هو يعني بين قوسين كده ده الاميون. يبقى اللي بيعمل يا اولاد كلابنج ثلاث حاجات، يا كرونيك توكسيميا كرونيك هايبوكسيميا، يا نان توكسيك نان هايبوكسيك اميون. تمام. سيبك بالاميون دلوقتي، ما نيجي ناخد بعض الامراض المعنيه بقول لك فيها كلابنج سبق اميون، بس خلينا في الكرونيك توكسيميا والهايبوكسيميا عشان دي مهمه قوي. الكرونيك توكسيميا يا اولاد بيبقى الكلابنج بتاعه يقول لك عليه ايه في التوكسيميا؟ بيل كلابنج. يبقى لو قال لك ايه هو البيل كلابنج اللي هو اسبابه الكرونيك توكسيميا، ليه؟ لان التوكسين زي ما قلنا من شويه بتعمل سبريشن لمين؟ للبون مارو، او بتعمل بون مارو دبريشن، بون مارو ديبريشن. بينما الكرونيك هايبوكسيميا بيبقى معاها ايه بقى؟ بيبقى بلو كلابنج، بيبقى تلاقي الضفر مزرق. يبقى لو الضفر شاحب، خدوا بالكم، لو البيل كلابنج ده يعني مبيض، في كلابنج مبيض، بلو كلابنج اللي هو مزرق. تمام. ده بلو كلابنج، وهحط لكم صور ان شاء الله في نهايه الملف تبصوا عليها باذن الله، وارفعها لكم يعني ان شاء الله للكلابنج باذن الله والهيباتوجوجلر ريفلكس والكلام ده كل ده هحط لكم صور يا اولاد. فده بيل كلابنج وده ايه البلو كلابنج. تمام. طب هو عين القلب يا دكتور بقى في الكارديولوجي بقى سبب الكلابنج ان ذا هارت اهو، كلابنج في الكارديولوجي. الكلابنج بتاع الكارديولوجي حاجتين، يا اما بلو كلابنج يا اما بيل كلابنج، بيحصل عنده الاثنين. تمام كده. البلو كلابنج بيبقى سببه ايه؟ البلو كلابنج بيبقى سببه السيانوتيك هارت ديزيز، السيروتيك هارت ديزيز. تمام. اللي هو زي الترالجو اوف فالوت، خدت بالك؟ هو الترالجو اوف فالوت ده بيحصل فيه ايه بسرعه كده عشان برضه تبقى الناس فاهمه معايا. يعني لو ده القلب اهو يا دكتور، وده الانتر فنتريكولار سيبتوم، بيبقى فيه خرم في الانتر فنتريكولار سيبتوم كده، وده البلمونري ارتري بيودي الدم في اللنج. طب انا دلوقتي ده يعني بيبقى فيه خرم كده بيسموه فنتريكولار سيبتال ديفكت، ماشي. طب هو الفي اس دي يا اولاد في خرمه، هو الضغط في الليفت اعلى ولا في الرايت؟ المفروض الضغط في الليفت اعلى من الرايت، فالدم يروح من الليفت للرايت. يعني هو الطبيعي المفروض ده بيروح كده من الليفت للرايت كده، مفيش ساينوس يعني كده الاحمر جه على الازرق، مفيش ساينوس. هي الفكره ان العام بتاع الترالجو اوف فالوت ده بيبقى معاه حاجتين، يعني معاه في اس دي ومعاه كمان بلمونري استينوزس. فتلاقي العين ايه بقى الضغط في الرايت، يعني ده معناه ان الضغط في الرايت اعلى منين؟ من الليفت. فتلاقي الازرق
الدم الازرق اللي في الرايت سايد يروح على الدم الاحمر اللي في الليفت، فتلاقي الدم اللي طالع من الاورطه لو ده الاورطه طالع كله دم ازرق، فده بيعمل بلو كلابنج ساينوتيك هارت ديزيز. طب بلو بيل كلابنج بقى، البيل كلابنج بيبقى سببه اهو الانفكتيف اندو كارديتس، قلنا بسبب البون مارو سبريشن. يبقى ده كلابنج، سبب الكلابنج في الكارديولوجي سؤال مهم جدا جدا جدا. تمام، يبقى احنا كده يا شباب خلصنا الجنرال ساين اللي هما كانوا 8 حاجات: ساين اوف بالمونري كونجيشن، ساين اوف سيستميك كونجيشن، ساين اوف لو كارديك اوتبوت بالبالور والجوندس اللي هما اللونين، بعد كده الفيفر والاورثوبنيا والكلابنج. ماشي، هنتكلم بعد كده بقى المفروض على اللوكال ساين. خدوا بالكم المفروض نتكلم على اللوكال ساين، بس انا هاجل اللوكال ساين في فيديو لوحده لانها كبيره شويه، فاخدها كلها ان شاء الله في فيديو لوحده. بس انا هتكلم هنا على مين؟ على الانفستيجيشن بتاع عين القلب بقى. يعني سيبك اللوكال ساين ناخدها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. احنا في الفيديو هنكمل، يعني هنكمل بقيه السكيم بعد اللوكال ساين. فالمفروض ان انا اعلق على مين؟ اشوف بقى الانفستيجيشن اللي عملها في عين القلب، يعني بعد الكلينيكال بيكتشر انفستيجيشن. دايما عين القلب يا اولاد كانفستيجيشن انا بعمل اربع حاجات ثابتين اساسيين معايا في السكيم يتحفظوا صم. الاربع حاجات دول اي عين قلب هعمل فيه اكس راي، هنعمل فيه اكس راي، هنعمل فيه اي سي جي، هنعمل ايكو اسطر. اربعه ثابتين: اكس راي، اي سي جي، ايكو اسطر. طب ايه اهميه يا دكتور الاكس راي؟ قال لك والله اهميه الاكس راي ثلاث حاجات اهو. الاكس راي ده هيجيب لك الشامبر اللارجمنت، يقول لك لو في عندنا مثلا بالمونري كونجيشن. بالمونري كونجيشن ده بيحصل في حالات مين؟ الليفت سايد هارت فيلر زي ما قلنا، او لو في بلورال افيوجن. طب انا جايب لك صوره واضحه، راح ناخد هنشرح ان شاء الله الاشعاعات كلها باذن الله قبل الاوسكي، بس انا جايب لك صوره صغيره كده للنورمال اكس راي والاكس راي اللي فيه بالمونري كونجيشن. طب تعال نبص هنا كده في الاكس راي ده يا اولاد. هو المفروض ده الاكس راي اهو، ده المفروض الدايفرام اهو، وده الهارت، ده القلب اهو، واخد بالك؟ وفي عندنا هتلاحظ ايه؟ ان اللنج طالعه سمراء. طب اللنج طالعه سودا ليه؟ قال لك والله اللنج سودا عشان فيها هواء. طب ملاحظ انت الابيض ده، يعني فيها تلاقي فيه حاجات بيضه كده، نقط بيضه اللي هي دي ودي. الابيض ده بيسموها ايه بقى؟ بيسموها برونكو فاسكولار مارك. يعني الابيض ده كده بيسموه برونكو فاسكولار مارك، اللي هي الفيزلز اللي موجوده في اللنج. يعني اللنج المفروض ما تبقاش سودا سودا، لا، يبقى فيها شويه برونكو فاسكولار مارك بتديك بياض، خصوصا في المنطقه اللي في النص دي حوالين القلب. ده النورمال شيست اكس راي، ده الدايفرام زي ما احنا قلنا، وده حاجة بيسموها الحتة دي كده بيسموها الكارديو، او دي بيسموها ال كوستوفرينيك انجل، ده اسمها كوستوفرينيك انجل، والزاوية اللي بين القلب وده بيسموها الكارديوفرينيك انجل. ماشي، طب تعالى بقى شوف الاكس راي ده. الاكس راي ده ايه؟ في واحد عنده بالمونري كونجيشن زائد كارديو ميجالي. شوف قارن القلب هنا، كل ده قلب في القلب ده، شوف الهارت هنا وهنا. تمام، يعني هنا برضو في حاجه اسمها اورتيك ناكلز، يعني ايه؟ ابقى فاهمها لك ان شاء الله وانا بشرح. بس ده القلب كبير اهو، يبقى ده كارديوميجالي. تاني حاجه بص على اللنج، هتلاحظ ايه؟ خد بالك يا اللنج فيها هوا عادي، بس تلاحظ ان البرونكو فاسكولار ماركينج البياض اللي فيها بروميننت، ده لان في العين عنده بالمونري ايه؟ كونجيشن. يعني بالمونري كونجيشن ده بيعمل بروميننت برونكو فاسكولار ماركينج. تلاحظ ان الفيزلز اللي موجوده في اللنج باينه قوي عن النورمال، ليه؟ لانها كونجستد، مليانه فلويد. تمام يا اولاد، يبقى ده الاكس راي. طبعا في صور للبلورال افيوجن هبقى ناخدها بعد كده، وهناخد حاجات كتير ان شاء الله نبقى نشوفها مع بعض واحنا ماشيين في المنهج باذن الله. يبقى ده الاكس راي. تاني حاجه الاي سي جي. طبعا الاي سي جي لو العين دخل في اريزما مهم، الاي سي جي اللي هو رسم القلب، وطبعا الاي سي جي لو نيجي نتكلم عليه كلمه بس واحده كده، الاي سي جي اللي هو رسم كهربيه القلب، يعني الاي سي جي اللي هو رسم الكهرباء بتاعه القلب. وزي ما خدته في الفسيولوجي المفروض كهربه القلب تبقى عامله كده، او الاي سي جي يبقى عامل بالمنظر ده. المفروض يبقى ده بي، بعد كده في كيو ار اس، بعد كده تي. ده بي كيو ار اس تي، كل واحده ريبريزنت حاجه. يعني البي دي بتريبريزنت الاتريال كونتراكشن، الكيو ار اس الفنتريكولار كونتراكشن، التي فنتريكولار ريلاكسيشن. الاي سي جي مهم جدا في القلب في حالات اهم حاجه في الاريزم، يعني في حاجات بيبقى فيها مهمه الاي سي جي وفي حاجات لا. يعني الاريزم مهمه في الاي سي جي جدا، العلاج الاي سي جي مهم في الاريزم جدا. كمان في الاسكيميك هارت ديزيز مهم برضو، الانجينا والاكوت مايوكاردال ايه انفاركشن. تمام، يبقى ده الاي سي جي. حلو، طب في عندنا كمان بنعمل الايكو. الايكو دايجنوستيك لامراض كتير في الكارديولوجي. يعني ده الايكو اهوت، ده اللي هو رسم موجات صوتيه على القلب اهو. تمام، رسم موجات صوتيه على الدكتوره تبقى ماسكه البروب، بنحطه على الهارت،
بيبان لك بقى هنا الشامبر بتاعه الهارت، وده الشكل بتاعها. بيعرفوا بقى بالايكو كذا حاجه، يعني بيعرفوا بالايكو الشامبر اللارجمنت اللي الشامبر، وبيعرف لك كمان الكوز، ولو في بارادوكسكال موفمنت في المايوكارديم. البارادوكسكال موفمنت دي بتحصل في حالات الاكيوت مايوكارديال انفاركشن اللي هي حالات الاسكيميا، تلاقي القلب كله شغال بطريقه معينه ما عدا المنطقه اللي فيها اسكيميا حركتها مش مظبطه قوي. القسطره بنعمل شامبر اللارجمنت، بشوف برضو بقى الشامبر اللارجمنت والديكشن للكوز اهو، بدخل اهوت يا اما ادخل من الارتريز الفيز بتاعت الابر لمب، يا اما ادخل ممكن اهو من الفيمورال ارتري اهو، ادخل من الفيمورال وافضل طالع طالع لحد ما اوصل القلب، وابص على الهارت من جوه اشوف اخباره ايه. تمام شما بس يعني تعرفوا تبصوا على الرسمه وتفهموها. ماشي يا شباب كده، يبقى ده الكاردياك كاثرج. يبقى الاربعه دول اكس راي اس جي ايكو قسطره، دول دايما معاك مع حاجات بقى اللابوراتوري بقى سي بي سي ليبيد بروفايل، الحاجات دي عشان تديتكت الكوز، سي بي سي ليبيد بلاد جلوكوز ليفر ورينال فانكشن تيست. تمام هنضيف بقى ايه حاجات مهمه بقى، يعني في حاجات سبيسيفيك لاربع موضوعات عندنا. انفكتيف اندوكاردايتس هضيف بلاد كلشر، يعني في انفكتيف اندوكاردايتس هنضيف البلاد كلشر ليه؟ عشان اجيب حاجه اسمها البكتيريميا، اشوف الانفكشن اللي عامله الاورجانيزم ايه عشان ادي انتبيوتيك للاورجانيزم ده. المايوكارديال انفاركشن بشوف الكاردياك انزايم، والكاردياك انزايم دي از ماركر فور دامج. طبعا هو في المايوكارديال انفاركشن ايه ده القلب وفي حته مات، الحته اللي ماتت دي بتطلع انزايم، انا بقيس بقى الانزايم ده زي طبعا الكرياتينين كاينيز مايوكارديال ماد اللي هو السي كي ام بي والتريبونين. تمام بقول بشكل عام احفظ بس انت العناوين والحاجات دي كلها نشرحها بالتفصيل في موضوعاتها ان شاء الله. في البلمونري امبوليزم بنعمل حاجه اسمها بلمونري انجيوجرافي، ان انا بحقن في العنده صبغه، المفروض الصبغه تصبغ اللنج كلها، يعني لو ده اللنج المفروض اللنج تتاخد بالصبغه كلها. في العين اللي عنده بلمونري امبوليزم بلاقي اللنج اهي، الاقي اللنج كلها اتصبغت ما عدا حته، الحته دي الوحيده اللي ايه ما اتصبغتش. في الكارديوميوباسي اخد بايوبسي، يعني ايه ولاد كلمه كارديوميوباسي؟ مشكله في الكاردياك ماسل في المايوكارديا. تمام وفي كذا نوع من الكارديوميوباثي هناخده، فانا باخد بايوبسي عشان بلاقي فايبروزس في عضله القلب كده، وساعات الاقي فاتي انفلتريشن في عضله القلب. اخر حاجه التريتمنت بقى، طبعا التريتمنت تريتمنت اوف ذا كوز ويختلف على حسب الموضوع. نعالج بريدسبوزنج فاكتور زي مثلا الهايبر ليبيديميا، اعرف لي بس الاستاتين، بس كلمه واحده الاستاتين ده بيعالج او الاستاتين بيعالج الهايبر ليبيديميا، وسبيسيفيك تريتمنت على حسب الديزيز، وده هتختلف من مرض لمرض. تمام يا شباب، يبقى احنا كده خلصنا الجنرال ساين بتاعه الكارديولوجي، وخدنا كمان الانفستيجيشن والتريتمنت، لسالنا فيديو كمان ونخلص السكيم اللي هو اللوكال ساين، ودي تجميعه جنرال كاردياك سكيم، ده تجميع للسكيمه كلها في ورقه واحده عشان تفتكرها باذن الله. ربنا يوفقكم شباب واشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله.